بحضور سمو الشيخ عبد الله بن عيسى آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بعد ظهر اليوم السباق 21 لهذا الموسم، والذي أقيم على كؤوس سمو الشيخ عبد الله بن حمد بن عيسى آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى، وسمو الشيخ خليفة بن حمد بن عيسى آل خليفة، وسمو الشيخ سلطان بن حمد بن عيسى آل خليفة، والكأس الفضي المقدم من نادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وذلك على مضمار السباق بمنطقة الرفة بالصخير. كما حضر السباق سمو الشيخ محمد بن راشد بن عيسى آل خليفة، وسمو الشيخ حمد بن عبد الله بن عيسى آل خليفة، وسمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة، وسمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى آل خليفة، وسمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة، وسمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى آل خليفة، وسمو الشيخ نوح بن محمد بن سلمان آل خليفة، وجمهور من محبي رياضة الفروسية وسباق الخيل. وتم تتويج الفائزين بكؤوس السباق، حيث قام سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة بتقديم كأس الشوط الرابع إلى سمو الشيخ نوح بن محمد بن سلمان آل خليفة، كما قدم سموه كأس الشوط الخامس إلى الملك الفائز الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة، فيما قد قام السيد توفيق شرف العلوي مدير عام نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بتقديم كأس الشوط الأول إلى سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى آل خليفة، كما قدم العلوي كأس الشوط الثالث إلى المضمر الفائز يوسف طاهر، ثم قدم كأس الشوط السادس إلى سمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى آل خليفة.